ازيكم؟ تعالوا النهاردة نرسم الرسمة دي مع بعض، نتعلم ازاي نرسم الموج. معاكم هبة شلبي، ودي سلسلة للمبتدئين. بنزل فيديوهات كل يوم 2 الساعة تقريبا 4 بتوقيت مصر. بس اعملوا سبسكرايب لو حابين تتعلموا اكتر عن الاكريليك وازاي نستخدمها، ولو عندكم اي اسئلة سيبوها في الكومنتات، ولو مش فاهمين برضو اي حاجة سيبوها، انا بجاوب على كل الكومنتات. وبرضو هسيب لكم اللينك الفيسبوك بيج عشان تبعتولي برضو اي حاجة، اسئلة او رسومات رسمتوها قبل كده. لو استفدتوا حاجة من الفيديو اعملوا لايك، واكتبوا لي برضو استفدتوا ايه وايه اللي واقف معاكم. يلا بينا نتعلم مع بعض ازاي نرسم الرسمة دي. دي الرسومات اللي هنحتاجها في الرسمة بتاعتنا: أبيض وأزرق، فاتح وأزرق غامق، أصفر وأحمر، والأصفر اللي هو أوكر، ده اسمه أوكر، أصفر جاي على بني شوية. أول خطوة أنا بعملها، أنا بحط مية على اللوحة عشان اللون يمشي معايا كويس قوي، وبعدين هبدأ أرسم الخلفية. بحط أبيض فوق عشان انا عندي، انا هعمل السما في الجزء اللي فوق، احنا يعني التلت اللي فوق يعتبر. وبعد كده هاخد بطرف الفرشة هحط ازرق، ويبقى على حرف الكانفاس، حرف اللوحة، وببدأ ادمجه واحدة واحدة على تحت زي ما انتم شايفين. بدخل فيه الابيض عشان عايزاه يبقى خفيف جدا. وبعد كده هبدأ اعمل اللي هو الغروب بتاعنا ده، اصفر واحمر مع بعض، اللي هو اورنج جاي على اورنج فاتح. وبعمل نفس الحكاية تحت، اللي هو طرف السما من تحت بقى، اللي هو الخط اللي جاي اخر البحر بتاعنا او الشاطئ يعني. بس بقى انا لاحظت ان في ازرق دخل معايا، فحطيت ابيض تاني عشان انا كنت عايزة اللي في النص يبقى ابيض، مش عايزة يبقى في اي ازرق خالص، عايزة ازرق فوق بس واورنج تحت. فحطيت ابيض وبدات ادمجه تاني فوق وتحت، اللون بقى خفيف شويه. فانتوا لو عايزين يبقى اتقل ممكن تعملوا الجزء اللي تحت تاني. بس دلوقتي بقى هبدا اعمل البحر بتاعي. فحطيت ازرق غامق وعليه احمر عشان انا عايزه ازرق اغمق من كده، يعني اللي هو البعيد عايزينه غامق قوي، بعيد خالص. اعملوا الخطوه دي واحده واحده، انا مسرعه الفيديو، اعمل عشان يبقى خط مظبوط. اعملوه واحده واحده خالص. ممكن تستعملوا اللزق اللي بتاع اللوح ده وتحطوه وبعد كده ترسمه عادي، وبعد كده تشيلوه. وبعدين شايفين انا ماسكه الفرشه بعرضها كده يعني بالطريقه دي، مش يعني عشان عايزه اعمل خطوط، عشان ده بحر احنا مش عايزين يبقى، مش عايزين نبقى دمجينه زي السما كده. شايفين السما صافية كده، احنا عايزين البحر يبقى فيه الخطوط كذا لون داخل على بعض عادي. فانا بدأت الغامق، بدأت ازود فاتح. دلوقتي انا بحط اللون، بس هرجع تاني اروح واجي بالفرشة بالعرض كده. وزي ما انتم شايفين عمالة بطلع وبنزل بيها عشان انا عايزة يبقى فيه درجات فيها، مش عايزاها تبقى مدموجة قوي. هبدأ افتح اكتر، بس عايزة يبقى يعني البحر بيبقى جاي على مخدرة شوية. فحطيت شوية اصفر عشان يخضر معايا شوية، وبعمل نفس الحكاية رايحة جاية بنفس الاسلوب، وبطلع فوق اكني برمي شوية اللون ده فوق. هفتحه اكتر، خليه اخضر اكتر شوية، وبنزل تحت. يعني انا كل ما بقرب من ناحية الشاطئ المية بتبقى فاتحة، البعيد غامق خالص، وناحية الشاطئ فاتحة. وزي ما انتم شايفين لما يبقى فيها داخل، يعني انا مش بغسل الفرشة عشان انا عايزة الالوان تبقى داخلة على بعض، مش يعني ده اللي بيخليه شكل البحر حلو. بس كل ما بيقرب عندي زي ما انتم شايفين بفتحه. بس فده الشاطئ بتاعنا. يعني هو انا بحاول بس بوزع الالوان عشان يبقى فيها الوان فيها. دلوقتي هنعمل ال اسمه ايه ده، الرملة، الاصفر الاوكر اللي احنا واخدينه ده مع شوية ابيض وشوية اصفر عادي عشان يديله فقعين كده شوية. وبعدين هبدأ من تحت. يعني عايزة املى
الحتة البيضة اللي في الكانفاس الأول، يعني عشان أنا عايزة أدمجهم شوية، بس أملى الحتة اللي هي اللي تحت خالص دي، أنا عايزاها هي ايه الرملة بتاعتنا، بملاها كويس الأول. كل الأبيض، مش عايزة أي أبيض باين خالص في اللوحة. خلاص أنا كده مبسوطة بده، ببدأ أدمجه مع اللون اللي فوقيه، بس أنا ما زودتش ولا مية ولا لون، على الخفيف يعني، يعتبر على الناشف سنة يعني، في شوية لون بسيط وشوية مية بسيطة جدا جدا، عشان يعني الحتة دي اللي هي بتبقى ظل تحت الموجة. ماشي، دلوقتي هنبدأ نعمل الموج نفسه. انا هعمل اللون الغامق اللي انا عملته اول مرة، ازرق واحمر، بس هزود عليه شوية ابيض عشان انا اصفر، عشان عايزاه مغدر شوية، غامق بس مغدر شوية. ده اللي هحدد بيه مكان اللوحة. انا ماسكة فرشة صغيرة اللي هي المعوجة شوية، وبحدد شكل الموجة. الموجة يعني اي شكل، مش لازم اللي انا بعمله اي شكل، بس مش خط مستقيم، عشان الموجة مش مستقيمة. واللي انا بحطه ده دلوقتي الظل اللي هو تحت الموجة. ماشي، بحط خط غامق وبمشي عليه. هعمل موجة تانية. زي ما قلت لكم انا مسرعة الفيديو، فخدوا وقتكم وانتوا بتعملوا وبتحددوا مكان الموج بتاعكم. بس وكل موجة يعني انا بحطها بعمل اشكال، بس تبقى يعني مش مستقيمة عشان هي موجة. وبعد كده هعمل واحدة كبيرة شوية، موجة كبيرة شوية، فلو هي موجة كبيرة شوية عالية يعني فيها ظل، في تحت ظل تحتيها اكتر بس، فهي فعشان كده انا زودت شوية اللون، وبعمل الموجة بتاعتي عالية من حتت، من يعني عالية من ناحية ونازلة على خط عادي، على موجة واطية يعني، هي مش كلها عالية، حتة منها عالية، فالحتة اللي عالية هي اللي تحتيها ظل غامق اكتر يعني. انا بليت الفرشة، والمية اللي هي اللي من اللون اللي فات ده هسيب فراغ، يعني اللي هو ايه خط موازي لخط الظل، وبسحبه على فوق. ده بيعمل يعني الطريقة دي اللي هي ايه بتبين اللون اللي تحتيه، كأننا بنعمل طبقة شفافة وعايزين نبين اللون اللي تحتيها، بس عايزين نعمل ظل بسيط. فهي بالمية يعني، المية بتبقى زيادة قوي، بس يعني انا حطيت المية على الباليتا، مية فيها لون بسيط، وببدأ اسحبه على فوق، بحطه موازي للخط اللي انا عاملاه وبسحبه على فوق، عشان برضو ده الظل اللي ورا. وبس هعمل نفس الحكاية في الموجة دي. المية نقصت، انا حطيت شوية مية، ما حطيتش لون برضو، حطيت مية. وبدأت اعمل نفس الحكاية، بعمل خط موازي للموجة اللي انا رسمها وبسحبه على فوق. بس كده، هو ده اللي انا عملته دلوقتي. وبعدين اخر واحدة هي اصلا غامقة، فانا يعني لما عملت كده يعني هي لقيت كده كده الظهر غامق، مش هيبقى باين قوي، عشان كده ملهاش لازمة. حط بس شوية ازرق يعني عشان ادمجه مع الغامق اللي تحت ده، عشان كان خط زيادة يعني، عايز يخش فيه شوية ازرق بس بسيط كده. دلوقتي هبدأ اعمل الموج بتاعي ابيض خالص اهو، وبالفرشة دي، وببدأ انقط يعني لحد ما، مش برسمه وخط مستقيم، بنقط وبرضه بحطه مش بطريقة تلقائية، مش حاسباه يعني، انا مش انا عشان انا عاملة خط تحتيها دي فوق الخط الظل اللي انا عاملاه، ببدأ اوزع الابيض بتاعي واحدة واحدة كده على مكان الموج اللي انا خلاص انا عارفة ان فيه هنا موج، حتى لو جه خبيت عشان احنا ده ظل، فلو خبيته عادي. بعد كده بعمل، انا حطيت مية من غير الابيض، هي الفرشة فيها لون شوية، بعمل خطوط كده بسيطة وراها. وبعد كده هبدأ هعمل الموجة التانية نفس الحكاية، الابيض، وبعدين نبدأ ننقط فوق الظل بتاعنا واحدة واحدة. وهفكركم تاني، انا الفيديو ده سريع، ان انتوا تاخدوا راحتكم وتاخدوا وقتكم وانتوا بتطبقوا الدروس، ولو ما طلعتش من اول حلوة يعني لازم تجربوه تاني. انا عملت نفس الحكاية بالظبط. هنيجي بقى على الموجة الكبيرة دي، هنزود الابيض في الحتة اللي هي احنا عاملينها عالية، زي ما احنا زودين الظل نزود برضو الابيض فيها الحتة اللي احنا عاملينها عالية، وانا منزلها على العادي زي التانيين. ف
فانا ماشيه بس على الظل اللي انا عاملاه، انا مش عامله حاجه، ما عملتش حاجه تانية بس، وبوزع الابيض وبعمل بس خطوط اللي هي ايه الموجه عاليه في الحته دي بس. وبعد كده هحط شويه ابيض، شويه ميه قصدي، على الابيض اللي في الفرشه، وبعمل خطوط اللي هي الموج ماشي فين، يعني انت ب ب ب ب بطريق الموج، يعني احنا الموج جاي على الشاطئ كده، هنعمل خطوط الناحيه دي، خطوط خفيفه قوي، اهم حاجه تبقوا يعني الفرشه تبقوا مخلينها مبططه يعني عشان تطلع معاكوا الخطوط الرفيعه دي، بس بنوزعها كده ايه عشان يعني تحس ان احساس الميه، يعني الخطوط البيضاء دي تحس ان في نور جاي هنا او في شويه موج بسيط. بس دلوقتي انا بظبطها، بزود شويه ابيض عند الموج نفسه عشان حسيت ان هو عايز يفتح اكتر، ويعني انتوا يعني زودوا يعني جربوا، ولو غلطتوا عادي لازم ده اللي تحطوه في دماغكم. اخر حاجه هحط الازرق الفاتح ده اللي احنا عملناه في الاول على الفوق ده، احنا مش عايزين نحط ابيض عشان هيبقى فاقع قوي، فاحنا بنحط درجه، يعني عايزين نعمل موج بدرجه فاتحه برضو بس مش ابيض، بنعمل خطوط بس بسيطه كده عشان يبقى في بس في شكل ورا، في موج ورا. احنا كده خلصنا اللوحه بتاعتنا، يا رب تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ولو في اي حاجه مش فاهمينها لو صعبه قولوا لي ايه الصعب فيها، وانا يعني ممكن احاول اوسطها او اي حاجه. قولوا لي لو حابين تتعلموا حاجه معينه ارسمها لكم او اعلمها لكم. وشكرا قوي ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. يلا باي باي.